إلى ذلك، زارت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز جرحى مسيرة المواسط والمعافر السلمية، وكذا مقبرة الشهداء بمنطقة عصيفرة، مترحمين على أرواح الأبطال الذين ارتقوا وهم يدافعون عن المحافظة من بطش وإجرام ميليشيا الحوثية الانقلابية. وتفقدت قيادة الإصلاح جرحى مسيرة المواسط والمعافر وقدموا لهم تهاني وهدايا العيد. وأكدت قيادة إصلاح تعز أن استخدام القوة والرصاص ضد المتظاهرين السلميين دليل على الإفلاس والروح الإجرامية التي يحملها مرتكبو هذه الجريمة، مشددين على ضرورة مقاضاة المتورطين وتقديمهم للعدالة. وجددت قيادة إصلاح تعز إدانتها لهذه الجريمة الشنيعة التي تعيد على التعزيين حقبة القمع والإرهاب بحق المتظاهرين السلميين. أهنئ الشعب اليمني وأهنئ القيادة السياسية وأهنئ كل الأحرار الوطنيين. أهنئ في هذا مناسبة عيد الأضحى المبارك الشعب اليمني والقيادة السياسية، وأمل وكدير في الحكومة الجديدة التي تتشكل أن تكون بادرة خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونهنئ أيضا من خلقوا في المسيرة الجماهيرية الحاشدة في المواسط والمعافر. استخدام العنف دليل الإفلاس، استخدام العنف دليل الروح التسلطية والروح الإجرامية التي يحملها هؤلاء الذين أطلقوا الرصاص الحي على سلميين متظاهرين يبحثون عن الحرية والكرامة ويؤيدون الشرعية ويؤيدون قرار الرئيس. تشكلت هناك هيئات دفاعية عنهم لمقاضاة القتلى الذين أطلقوا الرصاص، ومن أمرهم بقصد الرصاص والذي كانوا سببا للتمرد على قرار رئيس الجمهورية في إطار مديريات الشمالتين والمعافر والمواسط. نقول لهؤلاء بأنه زمن إطلاق الرصاص على السلمية مضى. نحن اليوم نواجه الحوثي الذي استخدم ضدنا السلاح.